الآن في هذه الفقرة سوف نتعلم كيف نقوم بحسابة الكتلة المولية الجزيئية. الكتلة المولية أو الجزيئية تساوي مجموع الكتل الذرية ضرب عدد ذراتها، مجموع الكتل الذرية ضرب عدد ذراتها. على سبيل المثال لدينا ملح كلوريد الزنك، ملح كلوريد الزنك صيغته ZnCl2، صيغته ZnCl2 لأنه لما أنا بدي أكتب صيغته كلوريد الزنك أبدأ بالأيون الموجب اللي هو الزنك، أنتهي بالأيون السالب اللي هو الكلوريد، تكافؤ الزنك 2 تكافؤ الكلوريد 1، وبادل بين التكافؤات، رقم 1 ما بحطه، رقم 2 بحطه للكلوريد لأنه هو تكافؤ الزنك. هلا ZnCl2 انا في هذا المركب لدي ذره زنك واحده وذرتي كلوريد، كيف ساحسب الكتله الموليه لهذا المركب؟ لدي الكلوريد، وزن الكلوريد 35.5، وزن ذره الزنك الواحده 65. طبعا بنتذكر انه هذا الرقم ليس حقيقي، يعني انا اذا جبت ذره واحده من الكلوريد وزنها ليس 35.5، وذره واحده من الزنك وزنها مو 65. اوزان الذرات هي اوزان صغيره جدا، ولكن احنا ضربناها بعدد كبير هو عدد أفوغادرو حتى نستطيع التعامل مع هذه الأوزان في الحسابات. فالآن لدي ذرة زنك واحدة، كيف سأحسب الكتلة الجزيئية المولية أو الكتلة الجزيئية الجرامية للزنك؟ الكتلة الجزيئية المولية للزنك هي 65، ولدي ذرة زنك واحدة، ف 65 مضروبة بواحد، زائد عندي الكلوريد، وزن ذرة الكلوريد الواحدة 35.5، وعندي ذرتي كلوريد، يعني 35.5 ضرب 2. الآن أحسب 65 ضرب 1 65، زائد 35.5 ضرب 2، 35 مع 35 70، وعندي نص مع نص 1 71. الآن المجموع 1 زائد 5 6، و7 زائد 6 13، 136 جرام. الواحدة هي الجرام، الواحدة هي الجرام، وهكذا في كل المركبات أستطيع حساب الكتلة المولية أو الكتلة الجزيئية عن طريق نفس القاعدة. كيف كل جزيئة أو كل ذرة، عفوا كل ذرة، حساب كل ذرة لحالها، الذرة أكتب وزنها الجزيئي ثم أضرب بعدد الذرات، زائد الذرة الثانية وزن الجزيئي اللي هو موجود بالمسألة بيعطونا يا آخر مسألة ضرب عدد الذرات وهكذا. فالوزن الجزيئي لكلوريد الزنك دائما في كل المسائل في كل مكان لما بيكون عندي كلوريد الزنك وزنه الجزيئي 136 جرام. لماذا؟ لأنه أنا عندي ذرة زنك واحدة وذرتي كلوريد. الآن مثال ثاني، لدي 2H2O، يعني أنا عندي 2 مول من الماء، H2O هي صيغة جزيء الماء، ذرة الهيدروجين وزنها واحد، ذرة الأكسجين وزنها 16، دائما بكتابنا دائما وزن الهيدروجين واحد ووزن الأكسجين 16، ولكن عندي 2 قبل ال H2O، فأنا عندي هذا الجزيء الماء مضروب باثنين، يعني أنا عندي جزيئي ماء، فلازم أحسبهم. أول شيء بحط 2 بفتح قوس كبير، الاثنين هي نفس الاثنين الموجودة على يسار المركب، لأنه أنا عندي ذرتي، عفوا لدي جزيئي ماء، اثنين بضع اثنين وافتح قوس. أول شيء عندي الهيدروجين، وزن الهيدروجين، جزيئة الهيدروجين الواحدة وزنها واحد، ولدي ذرتي هيدروجين، يعني واحد ضرب اثنين. واحد هو الوزن الجزيئي للهيدروجين، واثنين هو عدد ذرات الهيدروجين. دائما هيك ببدأ، الوزن الجزيئي للذرة ثم ضرب عدد الذرات، زائد الآن أنتقل إلى الذرة الثانية الأكسجين، لدي ذرة أكسجين واحدة، ذرة الأكسجين الواحدة وزنها 16 مضروب بواحد لأنه عندي ذرة أكسجين واحدة فقط. الآن بحسب، بنزل 2 نفسها وافتح قوس، 1 ضرب 2 2، زائد 16 ضرب 1 16، فبترك 2 خارج القوس وبتجمع 2 زائد 16 18 ضرب 2. هلأ 18 هي وزن جزيئة الماء الواحدة، جزيئة الماء الواحدة وزنها 18، لدي جزيئتي ماء، ف2 ضرب 18 ويساوي 36. فوزن جزيئي ماء، جزيئي ماء 36، وزن جزيئة الماء الواحدة 18 اللي هو موجود ما بين القوسين. كمثال أيضا لدي
مثال آخر، لدي ملح كبريتات الحديد. بداية، كم ذرة عندي؟ عندي ذرة حديد، ذرة كبريت، وأربع ذرات أكسجين. فبحسبهم كطريقتي العادية، ببدأ بذرة الحديد. ذرة الحديد الواحدة وزنها 56 جرام، وعندي ذرة واحدة بضرب 56 ضرب واحد، زائد ذرة الكبريت وزنها 32، ذرة الكبريت الواحدة، ولدي ذرة واحدة ف32 ضرب واحد. ثم زائد أنتقل للأكسجين، ذرة الأكسجين الواحدة وزنها 16، وعندي أربع ذرات أكسجين، 16 ضرب 4. فعندي معناتها 56 ضرب 1 يساوي 56، زائد 32 ضرب 1 32، زائد 16 ضرب 4، 4 ضرب 6 24، عندي 4 باليد 2، بعدين 4 ضرب 1 4 و2 باليد 6، يعني 64. الآن أجمع الآحاد مع الآحاد، 4 زائد 2 6، زائد 6 12، 2 باليد 1 و6 و1 باليد 7 و3 10 و5 15، يعني 152 جرام. وزن جزيئة ملح كبريتات الحديد دائما دائما 152 جرام. جزيئة الواحدة من كبريتات الحديد وزنها 152 جرام. في حال كان عندي جزيئتي كبريتات الحديد، يعني 2 ضرب 152 جرام. مثل أنا إذا رحت على مكان بدي أشتري خضرات، جبت كيلو بندورة وكيلوين بصل وثلاث كيلوات خيار، بندورة وبصل وخيار، كيلو البندورة ب10، كيلو البصل ب20، كيلو الخيار ب30، كيف بدي أحسب السعر؟ إذا أنا جايبة كيلو بندورة بقول 1 ضرب 10، لأن كيلو البندورة حقه 10، إذا جبت كيلوين بصل بقول 2 ضرب 20، لأنه كيلو البصل ب20، وهكذا. فأنا كل ذرة بكتب وزن جزيئي بالأول، ثم بضربها بعدد الذرات الموجودة في المركب. الآن عندي أيضاً مثال ثاني، ملح كبريتات، عفواً، لدي مثال آخر هو حمض الكبريت، حمض الكبريت H2SO4. لدي ذرتي هيدروجين، ذرة كبريت، وأربع ذرات من الأكسجين. كيف بحسبها؟ ذرة الهيدروجين وزنها واحد، وأنا لدي ذرتي هيدروجين، يعني واحد ضرب اثنين، زائد ذرة كبريت واحدة، الكبريت وزنه 32، ولدي ذرة واحدة 32 زائد واحد، والأكسجين وزن ذرة الأكسجين الواحدة 16، ولدي أربع ذرات أكسجين، يعني 16 ضرب 4، 1 ضرب 2 2 زائد 32 ضرب 1 32 زائد 16 ضرب 4 يساوي 64. ثم أجمع ويكون المجموع 98 جرام. معناته وزن الوزن الجزيئي لجزيئة حمض الكبريت 98 جرام.